بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلاب الصف السادس. بنكمل مع بعض الليسن 3 اللي هو talking about observing the space، وبنكمل النهاردة the modern telescope. احنا خدنا المرة اللي فاتت ال activities done by the human being to discover and to see the space. طبعا من الحاجات وانا اخر حاجة قلنا عليها ان الراجل اللي اسمه جاليليو جاليلي made the telescope واستطاع ان هو enabled to see the mountains on the moon surface. بعد كده بعد جاليليو بقى بجي مجموعة العلماء وابتدوا يعملوا لنا ايه new telescopes او modern ايه telescopes عشان to discover the ايه space. والتلسكوبز دي اولادي vary according to the types of the rays that they receive. يعني ايه vary؟ يعني تتنوع يا اولادي، يعني differ، بتختلف عن بعضها حسب ايه according to the type of rays اللي هي الأشعة اللي تستقبلها that they receive. فلو احنا شفنا اولادي في some telescopes receive visual light rays. انت الكلمة دي انا عايز بس نتذكر كده اللي احنا خدناه في الصف الخامس، وكنا بناخد اللايت رايز او قلنا الاشعة اللي هي بنراها وبنشوف بيها الانسان بنسميها فيجوال او فيجن سبيكتروم. فعلينا بنقول ايه لو التلسكوب دي ريسيف فيجوال لايت، يعني الفيجن سبيكتروم الضوء المرئي، فدي بتبقى نوع معين من الايه التلسكوب. طب هو في ضوء مش مرئي؟ ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها الالترا فايلوت ريز والانفراريد ريز، مش احنا خدناهم المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السولار اكليبس. فالانفراريد ريز والالترا فايلوت ريز دي طبعا نوع من اللايت ريز بس ما بنشوفهاش، فبتبقى محتاجه تلسكوبات ايه معينه. سم تلسكوبز ريسيف انفراريد ريز اند اذر تلسكوبز ريسيفز الترا فايلوت ريز. وبالتالي اولادي ان التلسكوبز بالتالي اهو تلسكوبز vary يعني differ ماشي according to the types of rays that they receive. If they receive some telescope receive visual light, some telescope receive infrared rays, some telescope receives ultraviolet rays. طب انت بقى رايك ايه التلسكوب اللي هو made by Galileo أني واحد من الثلاثة دول؟ تعالوا نشوف كده. طبعا at the beginning telescopes were made from lenses and receive yes visual light rays. ده زي التلسكوب اللي عمله لنا ايه جاليليو، ماشي يا ولادي. طيب هو احنا في حاجات تانية بتستخدم حاجات اخرى غير اللينزز؟ يعني في تلسكوبات ممكن، يعني في تلسكوبات تستخدم لينزز وفي تلسكوبات اخرى بتستخدم حاجه تانية. تعالوا نشوف كده يا ولادي. هلاقي ان some telescopes also modern telescope collect light and the electromagnetic waves by using lenses باستخدام العدسات، ماشي يا ولادي. طيب هو في تلسكوبات تانية كمان بتستخدم الميرورز، يعني some telescopes collect light rays and the electromagnetic waves using the mirror. وزي ده التلسكوب ده يعني اللي احنا بنقول عليه هابل تلسكوب، ده طبعا من الفيري هيوج اند فيري جريت تلسكوب ده موجود في السبيس اللي هو ايه هابل تلسكوب. بيستخدم ايه ميرور كبيره الدايمتر بتاعها حوالي اباوت 10 مترز، ماشي. فدي تعتبر مودرن تلسكوب. اذا التلسكوب زي دي ممكن نقدر نقول ان هي نصنفها او كلاسيفايد حسب الايه هاو زي كولكت ذا لايت ريز. لو هي بيستخدم اللينزز فيبقى دي تلسكوبات باي يوزنج ايه لينز، او تلسكوبات بتستخدم الايه الميرور، ودي طبعا بتبقى موست اكيوريت اند مور يوسفول فور ذا هيومن بينج اللي بتستخدم الايه الميرور، ماشي يا ولادي. طيب تفتكروا بقى التلسكوبز دي يا ولادي ليها اماكن مخصصه نحط فيها التلسكوبات، ولا بنستخدمها كده في اي مكان ممكن احط فيه تلسكوب واحط واشوف بيه السبيس؟ الاقي يا ولادي ان
العلماء built special places to see and put to put the telescopes to see the space. فسموا بقى الأماكن دي observatories. Observatories ماشي، أي المراصد. المرصد، المرصد الدولة دي بيبقى إيه؟ places where the astronomers اللي هم علماء الفلك work بيشتغلوا جوه، and where the telescopes are kept. مع أولادي زي ما شايفين هنا في الصورة دي، أدي إيه ده يعتبر observatories ماشي أولادي، ده مرصد هو موجود في الـ at the top of mountain، وهنا ده مرصد آخر، والاتنين دول يعتبروا إيه observatories places where the astronomers work، حيث إيه يعمل الإيه الأسترونومرز، and where the telescopes are kept. وشوف بقى أولادي الأوبزرفاتوريز لها شكل معين، لها شكل معين، ملاحظ شكلها عامل زي إيه؟ عامل زي دومز، يعني عامل زي القبة ماشي، ده السيلينج بتاعها أهو عامل زي الإيه؟ القبة دي، وده له فايدة جدا مهمة بالنسبة للإيه؟ للساينتست ماشي. The ceilings of the observatories are domes shaped. كلمة domes يا ولادي قبة، عامل زي الايه؟ القبة ماشي. ليه بقى يا ولادي؟ طبعا can open at night، بيفتحوا يفتحوها بالليل عشان to expose and direct the telescope towards any part of the sky. فهنا الشكل اللي هو عامل زي القبة ده، شكل السقف اللي عامل زي مقوس دون وعامل زي القبة بتاعت المسجد أو زي القبة بتاعت الأماكن دور العبادة، فبلقاها واخدة إيه شكل الإيه دومز، الشكل ده يعني شكل إيه نوع الإيه دومز قبة. لماذا؟ because the scientist open these domes at night، بيفتحوها الأسقف بتاعتها بتفتح بالليل at night، so to expose and direct the telescope towards any part of the sky. مع أولادي؟ طبعا احنا من الواضح ان observatories are placed، تفتكر ان نكون نحطها فين؟ at the top of mountains ولا نحطها in the valley؟ وليه يا ترى؟ طبعا أولادي observatories are placed at the top of mountains and the top of high mountains. واضحة هنا جدا، هنا الأبزرفاتوريز اهي وادي السحاب، يعني شايف الأبزرفاتوريز فين وده السحاب فين، يعني ملاحظ، يبقى هنا ده اللي بد ان الجبل ده اعلى من السحاب، يعني شوف بقى عالي جدا ازاي ماشي. فبالتالي هنا لازم محطوط at the top of mountain. ليه بقى اولادي؟ عشان كل ما هي بقت at the top of mountains تقدر collect biggest amount of light and can see the distant object clearly. واضح ان الobservatories are placed موضوع يعني at the top of high mountains to collect and receive، وبتجمع وتستقبل biggest amount of light coming from the celestial bodies. وقلنا celestial bodies يعني الاجسام السماوية ماشي يا ولادي. So they give us a clear and magnified image for these celestial bodies. ماشي ولادي، يبقى احنا بكده خدنا الجزء بتاع المودرن تلسكوب وتعرفنا على انواعهم اللي بتستخدم اللينزز او بتستخدم الميرورز، وعرفنا الاماكن اللي بنحط فيها التلسكوبز سميناها observatories. وبكده نكون خلصنا الجزء ده يا ولادي، إلى أن نلتقي أشوفكم على خير، ونشوف المرة الجاية how do human being observe the space from the space. يا ترى إزاي نشوفها؟ نشوفها المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for joining us.